أهلا بكم مشاهدي قناة الأبيض تي في في مغامرة استثنائية جديدة مع فريقنا العلمي. ننطلق اليوم إلى القطب الجنوبي حيث يمكننا التعرف على أعمق أسرار الطبيعة واكتشاف جمال وقوة هذا العالم المتجمد. هنا يمكن أن نجد آثارا من عصور ماضية محفوظة في طبقات الجليد وأشكال حياة قد تأقلمت مع أكثر الظروف. ترى ما الذي سنجده في هذا المكان؟ وهل يمكن أن تكشف لنا القارة القطبية الجنوبية أسرار تساعدنا في فهم كوكبنا بشكل أفضل؟ في القطب الجنوبي حيث تسيطر الرياح الباردة والثلوج الكثيفة تكمن القارة الأكثر انعزالاً وغموضاً على وجه الأرض. معظم هذه المنطقة مغلقة بطبقات من الجليد تصل سمكتها إلى كيلومترات مما يجعلها منطقة متجمدة أبدياً، لكن ما يخبئه الجليد يتجاوز التصور. في كل طبقة يوجد تاريخ كامل لمناخ الأرض. هل تعلمون أن بعض هذه الطبقات الجليدية تعود إلى ملايين السنين؟ من أهم ما يقوم به العلماء هنا هو استخراج عينات تعرف باسم قلوب الجليد. هذه العينات المجمدة تحتفظ بفقاعات هواء تعود لعصور سحيقة. بتحليل الغازات المحبوسة فيها مثل ثاني أكسيد الكربون يمكننا فهم كيف كانت الأرض قبل آلاف السنين ومدى تغير المناخ بمرور الزمن. هل يمكن لهذه البيانات أن تساعد في حماية الأرض من أزمة المناخ الحالية؟ وفي هذه البرودة القارصة تعيش كائنات خارقة في تكيفاتها مثل طيور البطريق. هذه الطيور المدهشة تتجمع في مستعمرات ضخمة لتحافظ على دفئها وتخوض رحلات صعبة للحصول على غذائها. أما تحت سطح الجليد فهناك كائنات بحرية غريبة مثل الأسماك التي تحتوي دماؤها على بروتينات خاصة تمنعها من التجمد. كيف تظنون أن الكائنات الحية تتكيف مع مثل هذه الظروف القاسية؟ في هذا الجزء من الأرض يمكنك رؤية ظاهرة الشفق القطبي حيث تتراقص الأضواء في السماء نتيجة تفاعل جسيمات الرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي للأرض. المشهد أشبه بلوحة فنية تتوهج بالأخضر والبنفسجي تشد الأنفاس وتأثر العقول. هل سبق لكم رؤية الشفق القطبي؟ كيف تتخيلون الشعور برؤية هذا المشهد في وسط القطب الجنوبي؟ أسفل الجليد عثر العلماء على بحيرات مدفونة لم تلمسها إشعة الشمس منذ آلاف السنين. هذه البيئات المعزولة تثير فضول الباحثين حيث يمكن أن تحمل كائنات مجهرية ظلت على قيد الحياة لملايين السنين في ظروف تشبه بعض البيئات على كواكب أخرى. قد يكون ذلك دليلا على احتمال وجود حياة خارج الأرض. هل تظنون أن الحياة قد توجد في أماكن بعيدة عنا مثل كواكب أخرى؟ وهل يمكن لهذه البحيرات القطبية أن تكون نموذجا يعتمد عليه في البحث عن الحياة الفضائية؟ القطب الجنوبي ليس مجرد جليد وصمت، بل هو سجل حي لأسرار الأرض وأرشيف يحفظ بين طبقاته تاريخا مناخيا لا يقدر بثمن. هذه الرحلة عبر القارة البيضاء تذكرنا بأن العالم يستمر في إزاحة الستار عن المجهول، وأننا كلما ظننا أننا فهمنا الطبيعة تفاجأنا بالمزيد من الألغاز. رحلتنا هنا قد انتهت، لكن مغامرات فريقنا لم تنتهي بعد. انضموا إلينا في رحلة قادمة حيث تسعى لاكتشاف المزيد من العجائب الطبيعية والأسرار العلمية التي ننتظرها جميعاً.